وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب. مساء الخير سعادة النائب. هي لفتة غير مستقربة من عاهل البلاد المفدى بتقديم الدعم السخي للصيادين المتضررين، كيف لمستم هذه اللفتة وكيف ينعكس ذلك على ضمان حقوق هؤلاء الصيادين واستقرار وضعهم المعيشي؟ أولا الله يمسيكم بالخير إذاعتنا المفضلة، والله يجمعنا وياكم دوم على الخير والمحبة إن شاء الله في هذا الوطن الغالي على قلوب كل المواطنين والقيمين إن شاء الله بإذن الله. في البداية يعني كانت فرصة طيبة أن أتلقى اتصال منكم بخصوص موضوع البحارة، والبحارة هذول الناس اللي تعرضوا في الآونة الأخيرة من الدولة القطرية قد أتعبت الكثير من هؤلاء البحارة. هؤلاء البحارة كان رزقهم الوحيد والأساسي هو البحر، يترزقون من هذا البحر طوال هذه السنين ومئات السنين اللي مضت. بعد ما سمعنا الاتصالات والشكاوي من البحارة وتلقينا نحن كنواب أيضا بعض الظروف التي مرت بها أو مروا بها البحارة في أزقة ومكاتب دولة قطر، كان من المؤسف جدا ما سمعنا. فالضرر اللي حصل لهذه البحارة حتما تبقى منهم الناس الجالسة في البيوت وانحرمت عوائل من أرزاق. لابد يعني أن نرى ما نراه من حل جذري وسريع، ولقينا الحل الجذري والسريع عندما تدخل جلالة الملك الله يحفظه ودعم هؤلاء البحارة. بالفعل أثلج صدور كل المواطنين وليس البحارة فقط، فهو أب لهؤلاء البحارة، وكل مواطن بحريني أعتقد ما راح يستغرب من هذا الأمر. الشكر والتقدير والعرفان لسيد جلالة الملك وولي العهد سمو رئيس الوزراء، أيضا لا ننسى الشكر وتقدير لسعادة وزير الداخلية على الدور اللي بذله من بداية أزمة البحارة. فكان دعم سيدي جلالة الملك في هذه اللحظة وفي هذه اللفتة الإنسانية الكريمة جد في الوقت المناسب في الشهر الفضيل اللي أبوابه الآن مفتوحة في هذه الأيام الفضيلة. جاء هذا الخبر بأن دعم البحارة من سيدي جلالة الملك، فتلقينا الاتصالات والتهاني والشكر والتقدير من البحارة ومن الناس اللي طلبوا منا رفع معاناتهم عبر مجلس النواب. شكرا لكم ولاتصالكم على هذا الأمر، وأتمنى إن شاء الله أن تفرح قلوب هؤلاء البحار. نعم سعادة السيد أحمد الدمستاني عضو مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.